تصريحات سيد عبد الحفيظ اللي مضايقه ناس. يا جماعه والله العظيم، يعني مفيش اسهل من الواحد يبقى يقول الفاظ خارجه، ومفيش اسهل من الواحد يبقى يقل ادب، مفيش اسهل من ما كده. نعرفش، لكن الصعب جدا تبقى محترم وتحترم الناس اللي بيسمعوك وبيشوفوك، ده الصعب جدا. سيد لما بيتكلم بمنتهى الادب، بس كلامه فيه كلام بين السطور بيفهموه الناس اللي هي موجه لها الكلام، لكن بيتكلم بمنتهى الاحترام والادب. فسهل جدا تبقى قليل ادب، لكن صعب قوي قوي تحافظ على شكلك وتحافظ على اخلاقك، وده اللي طول عمره النادي الاهلي بيعمله. سهل قوي ان اي حد يطلع مسؤول في النادي الاهلي، ده النادي الاهلي وراه قاعده جماهيريه كبيره جدا. سهل قوي ان حد يطلع يتكلم ويشتم ويشوح ويقول لجنه الحكام كذا ولجنه الحكام كذا، ولا انت ما تسمعوش الكلام ده؟ ما بتسمعوش الكلام ده؟ فيا جماعه خلونا نفضل محترمين. يعني بصراحه لما حتى كمان لما انت بتنزل للمستويات دي انت بتقلل من نفسك، واحنا عمرنا ما هننزل ولا عمرنا نقلل من نفسنا الحمد لله. فسيد لما بيتكلم باسم نادي وبشكل نادي، في ناس تانية بتتكلم ايا كان بقى بيتكلم برضو باسمه وشكله نفس الاشكال. يعني يلعبوا وبعدين يلعبوا شبكات. رد على التساؤل هو مش تساؤل، لا هو ما كانش بيتكلم، يعني بيتكلم في تساؤل لما ما اتكلمش ولا غلط ولا قال. يعني ما بلاش احنا يا جماعه، يعني بلاش تمثلوا التمثيل ده.